السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 at the track. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اخذنا المرة اللي فاتت الجزء الاول من شرح الجرامر الخاص بيونت 1 at the track او على المسار على المدمار الخاص بالسباق، والنهاردة هنكمل مع بعض وناخد جزء جديد وهو الكمباريزون او المقارنة، والcomparative adjectives أو صفات المقارنة. لما باجي أقارن بين شخصين، شخص وشخص تاني يعني، أو لما أجي أقارن بين شخص واحد ومجموعة من الأشخاص، مجموعة من الناس، يعني بقارن بين اتنين، واحد وواحد تاني، أو بقارن بين شخص واحد ومجموعة من الأشخاص، إزاي بعمل ده in English language أو باللغة الإنجليزية؟ وده بنستخدم فيه أصحابي حاجة اسمها الcomparative adjectives. الcomparative يعني المقارنة، adjectives يعني صفات. فلما بنيجي نقارن بين اتنين بنستخدم الadjective أو الصفة وبنزود عليها er، وبعدين بنقول than يعني من. فمثلا لما اجي اقول ان في حد نط اعلى من التاني، مثلا لما نقول ريتاج جامبد يعني ريتاج قفزت higher than ايسل. higher هنا high هي الadjective اللي هي مرتفع او عالي، حطنا لها er وبعدين قلنا than من، يبقى higher than يعني اعلى من ايسل اللي هي البنت التانية اللي اسمها ايسل. يبقى مرة تانية ريتاج jumped higher than ايسل. ومثلا برضو نادية jumped farther than يعني ابعد من رشا. نادية jumped farther than Russia يعني نادية قفزت أبعد من رشا. في حاجة اسمها صفات التفضيل، لما نيجي نقول مثلا إن في واحد أفضل من المجموعة الباقية كلها أو واحد أفضل من الناس التانيين كلهم، دي اسمها superlative adjectives أو صفات التفضيل. أجي أقول إن في واحد أو شخص واحد يعني أفضل من المجموعة الباقية من الأشخاص، فهنا أنا بعمل له تفضيل، بفضله عليهم، فده بنقول الadjective أو الصفة زائد est علشان نقول إن هو الأفضل. فمثلا نقول Sally jumped the fastest هنا fast اللي هو سريع، fastest يعني الأسرع، يبقى هنا حطينا est علشان نخليها هي الأسرع فيهم كلهم، فقلنا the fastest. يبقى سالي jumped the fastest يعني سالي هي اللي قفزت أسرع واحدة فيهم كلهم. مثلا كمان علي jumped the highest يعني الأعلى، أعلى واحد فيهم كلهم. يبقى بنقول الadjective أو الصفة، بنقول الadjective بعد كده او الصفة يعني، وبنحط لها est علشان نقول ان الشخص اللي عمل الصفة دي هو الافضل. سالي jumped the fastest، علي jumped the highest. فمثلا عندنا مثال هنا بيقول لنا look and answer. look انظر على التيبل الموجود ده، وبعدين answer الquestions الموجودة تحت التيبل ده او بعد كده يعني. فبيقول لنا هنا النيم، وبعدين هنا بيقول لنا time for 100 meter race والوقت الخاص بسباق الميت متر. ففارس مثلا عدى الريس ده في 18 seconds او 18 ثانية، شريف 14 seconds، امير 15 seconds، طارق 16 seconds، ادم 17 seconds. فكل واحد منهم خلص ال 100 meter race او سباق الميت متر في العدد بتاع الثواني ده. فبيقول لنا هنا مثلا who was the fastest واحنا عرفنا قبل كده ان هو للسؤال عن الاشخاص بنقول مين، يعني who was the fastest يبقى مين كان الاسرع. fastest الadjective اهي ومعاها est علشان نقول ان هو ده الاسرع الافضل في حتة السرعة. ف
فهو بيقول لنا هنا نبص على التيبل فلقينا ان شريف هو اسرع واحد لان هو خلص السباق في 14 seconds بس، وده اقل وقت فيهم. فهو جاوب لنا على النقطة دي وقال لنا شريف was the fastest. شريف was the fastest. طب في النقطة التانية بيقول لنا who was the slowest. slowest يعني الابطأ. طبعا هنا slow يعني بطيء، حطينا لها est يبقى الابطأ ابطأ واحد فيهم. فهنبص على التيبل هنا وهنلاقي مثلا اكتر واحد خد وقت في الريس ده او في السباق ده هو فارس، خد 18 seconds. فهنقول هنا فارس was the slowest. فارس was the slowest يعني فارس كان الابطأ. طب في نمبر 3 بيقول لنا was Adam faster than طارق. هل آدم كان أسرع من طارق؟ was Adam faster than طارق. هنشوف على آدم وطارق، فنلاقي آدم خد 17 seconds وطارق خد 16 seconds، يبقى آدم ما كانش faster than طارق. فنلاقي آدم خد 17 seconds أما طارق فخد 16 seconds بس، فهنلاقي ان ادم مش faster than طارق ولا حاجة وما كانش اسرع منه ولا حاجة. فهنقول no طارق was faster than ادم. no طارق was faster than. faster than اسرع من، زي ما قلنا من شوية بنحط الadjective وليها er وبعدين بنقول than لما نيجي نقارن بين two persons او بين شخصين. فنقول طارق was faster than آدم أو طارق كان أسرع من آدم. بيقول لنا كمان was أمير faster than آدم. هل أمير كان أسرع من آدم؟ فهنشوف أمير هنلاقيه 15 seconds وآدم كان 17 seconds، فصح أمير كان أسرع من آدم. فنقول yes أمير was faster than آدم. أمير was faster than آدم أو أمير كان أسرع من آدم. حطينا هنا طبعا الكمباريتيف ادجكتيف او صفة المقارنة اللي هي faster than بين الاسمين اللي احنا بنقارن بينهم. وفي نمبر 5 بيقول لنا was طارق faster than امير. هل طارق كان اسرع من امير؟ فنشوف طارق هنلاقيه خد 16 seconds او 16 ثانية، لكن امير خد 15 seconds او 15 ثانية. فنقول no امير was faster than طارق. no لا أمير was faster than طارق أو أمير كان أسرع من طارق. ومعنا يا أصحابي مجموعة من الفوكابولاريز أو من الكلمات والإكسبريشنز أو المصطلحات اللي احنا لازم نحفظها برضو، ودي الخاصة بليسون 4 و 5 و 6 في يونت 1 at the track أو على المسار. وهنا أول كلمة بتقول لنا beginning. beginning يعني بداية. beginning يعني بداية. تاني حاجة middle. middle يعني منتصف. middle middle يعني منتصف. end. end يعني نهاية. end. end يعني نهاية. running. running يعني جاري يعني ركض. running. running يعني جاري أو ركض. throwing. throwing يعني رمي. throwing. throwing يعني رمي. jumping. jumping يعني قفز. jumping. jumping يعني قفز. children. children يعني أطفال. children. children يعني أطفال. it's hard to. it's hard to يعني من الصعب أن. it's hard to من الصعب أن. it's hard to من الصعب أن. next week. next week يعني الأسبوع القادم. next week. next week يعني الأسبوع القادم. train. train يعني يتمرن. وtrained. trained ده الباست بتاعها يعني تمرن. train. train يعني يتمرن. وtrained. trained يعني تمرن. how often. how often كم مرة. كم عدد المرات. how often. how often كم مرة أو كم عدد المرات. which. which يعني ما يعني أي. لما بنيجي نسأل مثلا عن حاجة من مجموعة من الحاجات فبنقول which one أي واحدة فيهم أو أي واحد فيهم.
ف which which يعني ما أو أي which which يعني ما أو أي rule rule يعني قاعدة rule رول يعني قاعدة أي ريس أي لعبة أي سباق أي حاجة في الدنيا بيحكمها رولز أو قواعد القاعدة الواحدة اسمها رول يعني قاعدة اللي احنا لازم نمشي عليها يعني make fun of make fun of يعني يسخر من make fun of make fun of يعني يسخر من make fun of make fun of يعني يسخر من friend friend يعني صديق friend friend يعني صديق laugh laugh يعني يضحك و laughed laughed اللي هي في الباست يعني ضحكة laugh laugh يعني يضحك laughed laughed يعني ضحكة tell tell يعني يخبر و told في الباست أو في الماضي يعني أخبر tell tell يعني يخبر told told يعني أخبر spread spread يعني ينشر spread spread نفس الكلمة في الباست يعني نشر spread spread يعني ينشر spread spread يعني نشر secret secret يعني سر secret secret يعني سر rumor rumor يعني إشاعة يعني شائعة rumor rumor يعني شائعة يعني إشاعة pressure pressure يعني يضغط وطبعا في الباست pressured pressured يعني ضغط pressure pressure يعني يضغط pressured pressured يعني ضغط listen to listen to يعني يستمع إلى listen to listen to يعني يستمع إلى idea idea يعني فكرة idea idea يعني فكرة support a friend